وادي يا ست السي دي بتاع سمر. انسي خلاص الموضوع ده انتهى. انا خلصت لك كل حاجه مع رويده، مش هتشوفي وشها تاني. خدت 500,000 جنيه ومبسوطه وفرحانه زي الفل. وطبعا ما سبتهاش الا لما شكمتها، فهمتها ان لو طلع من السي دي ده نسخ تانيه هي عارفه هيحصل لها ايه. انت مفيش منك اتنين. خلصت لي العمليه من اولها لاخرها وبمنتهى النظافه. على الهادي لعيب. مش بقول لك راجل المهام الصعبه بتاعي؟ لعلمك انا لما قلت لك كده قدام سمر ما كنتش بقول كلام يعني. ايه ده؟ الماظ والله. والله يا سيلا يا حبيبتي انا فيا شيء لله. ليه بقى؟ لان انا كنت عايز فايق ضروري في موضوع مهم، واول ما فكرت فيه وانا جاي كده لقيته في وشي. في ايه يا ادهم؟ في ايه يا ادهم؟ في ان السوبرمان بتاعك فايق غالب به المحامي طلع نصاب. انا نفسي ما صدقتش نفسي لما عرفت. ومش اي نصاب بقى، نصاب من النصابين القرحين دول اللي هم يحبوا يسمسروا من وراكي ارقام وهبر. الهبل اللي بتقوله ده يا ادهم. استني بس، اشتري مني. ايه ده؟ مش ده السي دي بتاع رويده؟ صح؟ ايوه هو بتاع رويده. وتلاقي طبعا الاستاذ النصاب قال لحضرتك انه تعب جدا وراح ادى الروايده فلوسها على داير مليم وجاب لك السيديه، يا صح؟ في ايه يا ادهم؟ ما تخلص، ما تقول في ايه؟ في ايه يا فايق؟ انا عارف. النبي يا وسيله ما تزعقي لحسن، انا قلبي مقبوض النهارده وحاسس ان في واحد بيقول لي ارض انشق وبلعيني. الاستاذ النصاب بعد ما حضرتك اديتي له نص مليون جنيه استكترهم على روايده في الحقيقه، وقرر ان هو يديها 250 ويضرب في جيبه 250. الله حق السكه والمشوار. الله، يعني بيسمسر من وراك زي ما قلت لك هوبر يا نصاب. ايه اللي بيقوله ده يا فايق؟ مش عارف والله يا مدام وسيله، انا ما عنديش اي فكره عن اللي هو بيقوله ده. انا اللي اعرفه متاكد منه ان انا لسه راجع من عند رويده واديتها كل فلوسها. وادي ايصال منها استلام المبلغ ده. ممضي بخط ايدها اهو. اصل دي امانه وانا كله الا الامانه. انا ما مضيتش فيها ولا مليم الا ما مضيتها على الوصي ده عشان احافظك على حقك من الاشكال اللي زي دي. فاهمه يا فايق. وسيله هنا، انا عندي الاخلاص اهم حاجه. ده غير ان انت عمرك ما كنت وحشه معايا عشان اطعنك في ظهرك او اخونك في الشغل. لا لا فايق. ايه؟ استنى بس يا فايق اسمعني. انا اسفه جدا، انا ما شكتش فيك لحظه. أنا فاهمة كل اللي أنت بتقوله وأنا عمري ما أشك فيك طبعًا. على إذنك. إيه اللي أنت عملته ده؟ لا! لا! إيه! وأنا بحكي في المحكة! أنا أقعد أعمل كل ده وأتكلم كل ده وهو أول ما يقول حاجة تقول له صح يا فايق! على أساس إيه؟ ولعلمك ده انا متاكد انه مزور. عارفه يعني ايه متاكد؟ وحتى لو مضاها صح انا متاكد انه مضاها كده عشان ماسك عليها زله بس. وبعدين هنفضل في الليله دي لحد امتى؟ الحالة عاليه النهارده ولا ايه؟ ادهم البنت ماضيه على الايصال اللي وراه لنا، يبقى خلصنا. انا متاكده ان فايق ما يعملش كده. بالراحه بالراحه يا ادهم، بالراحة عشان الحالة زادت، وأنت فاهمني وفاهم قصدي كويس قوي. ماشي؟ أنا رايح أشوف المصنع أخباره إيه؟